واللي طبعا بتقول ان هو برضو على غرار ما تم برضو السوبر المصري اللي اقيم في دولة الامارات الدولة الشقيقة. طبعا نتمنى لها ان شاء الله تنجح النهاردة. اكيد لاعبنا المصري حسين الشحات النهاردة هيكون ضمن صفوف العين الاماراتي، نتمنى له اكيد كل التوفيق. سمعنا الاتصال. نروح دلوقتي لفقرة سوشيال ميديا بتاعتنا النهاردة، وهنبتديها مع الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، واللي نزلت على حسابها على تويتر صورة من مباراة النادي الأهلي مع حرس الحدود واللي أقيمت امبارح يوم الجمعة واللي فاز فيها النادي الأهلي 2-0، وكتبت إلى قمة الدوري بعد الفوز على حرس الحدود، 10 نقاط، 3 فوز ولا خسارة، 6 أهداف. كمان نشر اسلام محارب بعد ماتش امبارح على حسابه الشخصي على الانستجرام صوره ليه من التدريبات وكتب الاهلي في التوب. كمان نشر علي معلول على حسابه على الانستجرام صوره ليه من احتفاله بعد تسجيل الهدف الثاني من ضربه جزاء في ماتش امبارح قصاد حرس الحدود. كمان اكرم توفيق نشر على الانستجرام صوره ليه مع هشام محمد من ماتش امبارح، وصلاح محسن برضو على حسابه على انستجرام نشر صوره من ماتش امبارح واللي سجل فيه الجول الاول او الهدف الاول للنادي الاهلي وكتب الحمد لله. ونشرت صفحه اهلي بلايرز 72 على حسابها على الانستجرام مجموعه لصور لصلاح محسن طبعا من احتفاله امبارح بهدفه في الماتش، وكتبت احتفال صلاح محسن بهدفه في شباك حرس الحدود، ناس كتير تشوف ان الجول سهل بعد تمريره خاطئه من مسعد عوض، لكن صلاح محسن استغل الخطا واستخدم عقله واتقن التصويب في اصعب زوايا مرمى المرمى. حسن تصرف حسن تصرف من صلاح محسن، لعيبه كتيره غيره كانت ارتبكت وسددت بدون تفكير، برافو صلاح محسن وبالتوفيق في باقي المباريات القادمه. كمان محمد الشناوي عمل بوست على الانستجرام او نزل صوره على انستجرام مع وليد ازارو بالتحدي الجديد وكتب نيو تشالنج.